أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما الحكم في قول طاح الشر أو انكب الشر إذا سقط إناء أو انسكب؟ وهذا صحيح؟ إذا إيش؟ إذا سقط إناء أو انسكب، وهل صحيح أن هذه الأدعية هنا من باب التفاؤل؟ هذا حسب نيته، إن كان نيته تفاؤل فلا بأس، التفاؤل طيب، وأما إن كان أنه يعتقد أنه إذا انكب الإناء راح الشر اعتقاد منه، هذا لا يجوز، الاعتقاد باطل، هذا حسب نيته والله أعلم. نعم.